فضيلة الشيخ، ما حكم الاعتماد على الأقمار الصناعية والتلسكوبات في إثبات هلال رمضان والعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الأخوة، فإن ثبوت أول يوم من شهر رمضان أو أول يوم من شهر شوال إنما يكون اعتمادا على طلوع الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهر 29، يعني أقل الشهر 29، وإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، 10 بـ10 بـ9، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني نحن نفهم، وكثير من العلماء المعاصرين يفهمون، أنه بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، فإن قال يعني كأنما علل، يعني قال إن الله لم يكلف الناس بما لا يطيقون من معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق، لأن الأمة يصعب عليها في ذلك الوقت الحساب. الآن الفلك أصبح دقيقا في الحساب، ويعني يمكن أن يحسب مولد الهلال بالدقائق وبالثواني، فلماذا لا يعتمد على قول الفلكيين؟ هنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال للفقهاء المعاصرين: قول أنه لابد من رؤية الهلال بالعين المجردة، والاستعانة بالتلسكوب من أجل تحديد النقطة التي ينظر إليها المراقب حتى يعرف، يقول لراقبنا إيه النقطة هذه، شوفها موجود لو موجود بدون تلسكوب، هذا قول. قول ثاني أنه يقبل قول الفلكي في النفي لا في الإثبات، يعني إذا الفلكيين قالوا مستحيل أحد يشوفه بهاي الليلة، لا يقبل شهادة من ادعى رؤية الهلال. هناك من يقول إنه يعتمد الحساب الفلكي في الإثبات وفي النفي، لكن هؤلاء أيضا اختلفوا في الإثبات والنفي، هل العبرة بإمكانية الرؤية؟ يعني الفلكي يستطيع أن يقول الهلال يولد هذه الليلة لكن يصعب رؤيته، العبرة بالولادة، ولادة الهلال أم برؤية الهلال؟ أيضا من قالوا الحساب الفلكي يعتمد اختلفوا، هل يعني نسأل الفلكي عن إمكانية رؤية الهلال أم نسأله عن ولادة الهلال؟ والراجح والله أعلم فيما يراه الفقير إلا الله، والاختلاف الأمة رحمة، أنه يعتمد الفلك في الإثبات والنفي بتحديد موعد ولادة الهلال، فإذا ولد الهلال يجب الصوم من اليوم القادم بعد ولادة الهلال، والله تعالى أعلم.